حياكم الله. قبل ساعات من الآن نجحت المهمة التاريخية السعودية نحو الفضاء بأبنائها الرواد، المهمة الاستكشافية، استكشاف الكون ومعرفة أسراره علمياً. مزبوط، المهمة انطلقت مشاهدينا من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا، وحملت معها ريان برناوي وعلي القرني إلى التاريخ، كونهما أول رائدا فضاء سعوديان يخوضان التجربة الفريدة برفقة بيجي ويستن ورائد الأعمال الأمريكي جون شوفنر. التعاون بين الهيئة السعودية للفضاء ووكالة ناسا وشركة سبيس إكس وإكسيوم سبيس أثمر عن الوصول إلى هذه الرحلة التاريخية. لينطلق صاروخ فالكون 9 حاملاً مركبة دراغون 2 باتجاه محطة الفضاء الدولية. رئيس الهيئة السعودية مشاهدينا للفضاء الدكتور محمد التميمي في تصريحات للعربية ومن مكان الانطلاق قال إن المملكة أصبحت الأولى عربيا بإرسالها 3 رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية. التميمي أضاف أن رائدي الفضاء السعوديين سينفذان 14 تجربة علمية وطبية أبرزها رفع كفاءة علاج السرطان والأمراض المزمنة، بالإضافة إلى تجربة رفع كفاءة تقنية الاستمطار التي ستنفذ للمرة الأولى على محطة الفضاء الدولية. نهنئ القيادة ونبارك لهم نجاح الإطلاق وإرسال أول رائدة فضاء سعودية وعربية مسلمة وأول رائد فضاء سعودي إلى محطة الفضاء الدولية. نبارك للوطن بكل فخر واعتزاز هذا الإنجاز التاريخي في خدمة الوطن والعلم والإنسانية. وصدقا لم يكن هذا الإنجاز ليتحقق لولا الدعم الكبير والتمكين من سمو سيدي ولي العهد رئيس المجلس الأعلى للفضاء. قبل عدة أسابيع التقى برواد الفضاء وأكرمهم بكلمات ملهمة ومحفزة هي وقود الحماس والشغف لدى رواد الفضاء لما اطلعوا إلى محطة الفضاء الدولية. هذه المهمة هي إحدى برامج رواد الفضاء في تبع الخطة السنوية تبع الاستراتيجية الوطنية للفضاء في المملكة العربية السعودية. اليوم في رصيد المملكة 3 رواد الفضاء، فيصير ترتيبنا في على مستوى دول مجموعة 20 التاسع، ونحن الأول على مستوى المنطقة في عدد رواد الفضاء الذين صعدوا إلى محطة الفضاء الدولية. رواد الفضاء سيقومون بعدة تجارب علمية عددها 14 تجربة علمية وطبية، من أهمها إحدى التجارب رفع كفاءة علاج السرطان والأمراض المزمنة بالشراكة مع مستشفى الملك فيصل التخصصي، والثانية تجربة جدا مهمة ولأول مرة تقام على محطة الفضاء الدولية وهي لرفع كفاءة تقنية الاستمطار، ولها فائدتين. الفائدة الأولى لرفع تقنيات الاستمطار على الأرض ومعالجة التحديات البيئية على الأرض، والثانية أيضا لدراسة إمكانية الاستمطار على الكواكب الأخرى، وهذه التجربة بالشراكة مع جامعة الملك فهد والبترول والمعادن. Here they are, our AX2 crew. Wave there. Do we actually get to... Thumbs up from the KSA mission specialists to the AX1 crew and joining their crewmate signature. What open work remains, please put those at those ambassadors. We're doing here in Florida at the upper altitude. Ingressing the vehicle. ينضم إلينا مراسل صباح العربية عبد الرحمن العصيمي اللي كان المفترض يكون ويانا صوت وصورة، ولكن للأسف يعني بسبب حادث خطاك السوء يا عبد الرحمن. عبد الله على السلامة. أهلا أهلا عادل، أهلا راوية. فعلا للأسف حادث مروري بسيط منعني من الوصول إلى معرض الفضاء المقام، لكن عادل هذا الحدث التاريخي المهم الذي يعني شاهده جميع العالم على رأسهم السعوديون كان ملفت للنظر، متوقع راوية وعادل أنه الالتحام مع محطة الفضاء الدولية
ووصول رواد رائدي الفضاء السعوديين إلى المحطة الدولية متوقع الساعة 4:30 مساء بتوقيت السعودية، ربما يتأخر نصف ساعة أو يزيد. وفتح باب الكبسولة تحضيرا لنزول الرواد إلى المحطة سيكون الساعة 6:45 بتوقيت السعودية مساء. طبعا الاحتفالية لاستقبال الرواد في المحطة ربما يكون الساعة 6:45 مساء بتوقيت السعودية. طبعا هيئة الفضاء تجهيزا لهذا الحدث المهم أقامت معرضا في 3 مدن سعودية لإبراز هذه الرحلة وسرد تفاصيلها للجمهور بشكل عام، في الرياض وفي جدة وفي الظهران. هذه المعارض تفتح يوميا من 9:00 وحتى 12:00 مساء، ومن 4:00 حتى 10:00. هذه المعارض راوية هدفها أنه تجعل الناس تشاهد محاكاة الطيران. طيب يا عبد الرحمن، في الفضاء راح نكون معك طبعا في الأيام القادمة لحتى يعني يمكن تنقلنا صورة أكثر تفصيلا عن هذه المعارض. بدي أقول لك، بدي أشكرك يعني عبد الرحمن وأقول لك الحمد لله على سلامتك، بس أكيد أنت بما أنك سعودي يعني إحنا كلنا كعرب وأنتم أيضا كمان كسعوديين فخورين جدا في هذا اليوم. شكرا لك يا عبد الرحمن. شكرا يا عبد الرحمن. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.